السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وسلامة دايما يا رب، وفي احسن حال وافضل حال دايما يا رب. الواقعة بتاعتي دي حصلت النهاردة، واقعة صعبة جدا، لكن دايما عدل ربنا في كل حاجة، دايما ربنا اسمه العادل، ما ينفعش ابدا نتخطى النقطة دي، داين تدان ولو بعد حين. الواقعة بتاعت النهاردة دي ليها أصل بس من 10 سنين. ايه اللي حصل الاول النهاردة؟ اللي حصل ان كان في زوجة اسمها مريم. مريم دي كانت متجوزة من هاني في محافظة المنيا، كانت متجوزة من هاني، كانوا عايشين كويسين مع بعض، لكن كانت الخلفة عندهم صعبة جدا، كانوش بيخلفهم سنة ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة، مفيش خلفة. لحد ما بعد 5 6 سنين ربنا كرمها، أول بطن بتوأم، وتاني بطن بالتوأم التانيين، والتالتة كانت بولد واحد، يعني 5 في وش العدو زي ما بيقولوا. 5 أطفال بعد 5 6 سنين مشقة وتعب ولف على الدكاترة وسؤال هنا وسؤال هنا ومفيش فايدة. 5 أطفال مرة واحدة، بطن في التانية في التالتة، على طول على مدار ال3 سنين كانت بعد ال5 6 سنين كانت هي معاها 5 أطفال. كانوا فاكهة، الفاكهة بتاعتها، فاكهتها والفاكهة بتاعت العيلة. كبروا شوية لحد ما بقوا في الابتدائي والمرحلة الإعدادية، وفجأة الخمسة ماتوا. ماتوا جوه الشقة في حريقة. أصل مريم من كتر ما هي كانت دايما خايفة عليهم كانت بتقفل عليهم بالقفل، فحتى لو في حاجة حصلت في الشقة ما كانوش هيعرفوا ان هم يطلعوا برا الشقة. كانت دايما بتلبسهم حاجات كده زرقاء وبتاع، وتلبسهم الهدوم بالمشقلب، خايفة عليهم من كتر ما هي كانت مشتاقة اول ضفر عيل، وجي ربنا كرمها بخمسة مرة واحدة، بقت عين عليها تحط ترجعهم في بطنها تاني. لما جت الحريقه قامت في قلب الشقه، الخمسه ما عرفوش يتصرفوا، ماتوا. فكان مشهد صعب جدا ان ام تفقد 5 أطفال ليها مره واحده فجاه. لكن هي بقى كانت عملت ايه؟ من شده الانهيار بتاعها والعياط والصريخ والتعب عقلها طار، لكن قبل عقلها ما يطير فضلت قاعدة تقول بالنص الواحد، يا رب ليه كده؟ ده انا نسيت وهي نسيت. انت ما نسيتش 1 قصاد 5؟ وفضلت تعيد الجملة دي قدام جوزها وسلفها وسلفتها، قدام حماها، قدام حماتها، اصله بيت عيله، ما انتوا عارفين البيوت بتاعه المنيا اللي بيبقى الاب والام تحت في البيت كله، وفوق الاوضه دي الاخ متجوز والاوضه دي اخوه، قدام الاثنين سلايف او هكذا. يا رب ليه كده؟ ده انا نسيت وهي نسيت، انت ما نسيتش ليه؟ وليعوذ بالله واستغفر الله العظيم. 1 قصاد 5؟ كلهم استغربوا، ايه الكلام ده؟ طبعا الكلام ده نابع عن الجريمة الأبشع اللي ارتكبتها مريم من حوالي 10 سنين فاتوا. مريم أول ما اتجوزت هاني كانوا عايشين عيشة سعيدة جدا، عدت سنة والتانية والتالتة ومفيش خلفة، لكن كمان أخو هاني لما جه يتجوز سماح يدوبك من أول سنة، كانت بعد 9 شهور جايبة الواد، فاكهة العيلة، أول حفيد في العيلة يجي. فكانت سماح دي زي ما بيقولوا كده متشالة على الكفوف، انما مريم كانت بتنزل الارض وبتروح هنا وبتيجي من هنا وتتعب وتعمل، فكانت سماح دي عشان خاطر الواد تتشال وتقعد تستريح، دي ام الواد. لكن مريم كانت لا، فمريم من كتر ما هي كانت شايفة كده كان جواها غل وحقد، وليه وشمعنا ليه ما كنتش انا اللي مكان سماح دلوقتي؟ لازم الواد ده
يختفي، وبقى كل تفكيرها ليل ونهار في ان هي ازاي تخفي الواد، ازاي تخلي الواد ده مش موجود اصلا على وش الدنيا. لحد ما جه احد الافراح اللي هم بتوع الناس اللي هم القريبين، يعني مش فرح خاص بيهم، فرح في القريه بتاعتهم او في المنطقه بتاعتهم دي، والناس كلها مشغوله والناس كلها بتتفرج، اللي بيتفرج من البلكونات واللي بيتفرج من هنا واللي بيتفرج من هنا. وقامت واخده الطفل من على السرير ورمياه في قلب الفرن اللي كان قايد على الغدا في الفرن، الفرن بتاع خبيز العيش. رمى الطفل ما تعداش كام شهر، ما تعداش كام سنة، قلبها طويحة ان هي ترمي طفل في فرن مولع على الغدا. محدش جه في دماغه خالص ان هي اللي ممكن تكون عملت كده. لما الام اكتشفت ودخلت تبص على ابنها على السرير ما لقيتهوش، بدات تدور تحت السراير وتحت الكنب وتحت الحاجات دي، فكرها ان ابنها بدا يتحرك بقى ولا هو نازل على الارض وقع فبدا يسحب. لكن كانت صدمه عمرها لما شافت ابنها جوه الفرن، والفرح اللي كان حواليهم اتقلب لميتم عليهم، البلد كلها حزنت والبيت بقى كئيب. وهما ما جاش في دماغهم، هما اللي جاب ابني في الفرن، بس ما جاش في دماغهم خالص مريم ان مريم ممكن تكون هي اللي عملت كده. والموضوع عدى وخلص، الفرح زي ما قلنا اتقلب ميتم عليهم، وبقوا كلهم حزنانين على الواد، فاكهة العيلة اللي راح. لكن محدش جه في دماغه ابدا ان مريم ممكن تكون هي اللي عملت كده عشان تنتقم، او علشان حتى غيرانه او جواها حقد وحسد. يمت سلفتها سامعها. مرت الايام وعدت لحد ما ربنا كرم مريم زي ما احنا قلنا. عشان كده لما جم ماتوا بتقول ليه يا رب واحد قصاد خمسة؟ ده هي نسيت وانا نسيت. بصوا الكلمة، جوزها لما عرف كده طبعا طلقها، وسلفتها وسلفها وحماها وحماتها كلهم بعدوا عنها وطردوها بره البيت. لكن هي بقى كان مصيرها مش انها تخسر عيالها الخمسة بس، او ان عيالها الخمسة بس اللي يطيروا، لا، زي ما قلنا عقلها كمان طار، وبقت تمشي في الشوارع تصرخ وتصوت وتشد في هدومها وتقلع هدومها. اعرفوا دايما ان ده انك داين تدان، هتعمل هيتعمل، حتى لو كنت جيت على حد غصب عنك هتلاقي في يوم من الايام اللي يجي عليك او يجي على منك قوي غصب عنه هو كمان. اعمل كل حاجه في استطاعتك، كل حاجه في استطاعتك عشان ربنا يكرمك، عشان ربنا يفضل جنبك وواقف معاك، عشان ربنا يفضل حبك. ما تقولش انا خلاص بقى انا عملت اللي عليا وخلاص زهقت. اوعى تزهق، لانه هيجي بكره يتقال لك انا عملت اللي عليا وخلاص زهقت. ابنك عندك، بنتك عندك، داين تدان، داين تدان. قتلت هتتقتل او هيتقتل من اللي عندك، سرقت هتتسرق او هيتسرق من اللي عندك. اعرف انك طالما وجعت حد قدامك حتى لو بكلمة هتتوجع، هتتوجع او هيتوجع حد من اللي منك قوي فبرضه هيوجعك. خدوا بالكم كويس قوي يا جماعة من النقط الصغيرة اللي ممكن تعدي دي. قتلت ابن سلفتها عشان هي كانت فاكهة العيلة هي وابنها. النهاردة مات ليها خمسة ومن غير تدخل اي حد. حسبي الله ونعم الوكيل. كل واحد ممكن يأذي حد، في كل نفس ممكن تأذي نفس. كانت معاكم المستشارة القانونية أمينة سيد، وان شاء الله على لقاء اخر وفيديو جديد بإذن الله، وجريمة جديدة ان شاء الله. سلام عليكم.